طيب كان فاضل حتة كده في آخر assignment ديت بعد ال standards. اللي هي حاجات أنا براعيها بقى أثناء الديزاين. طبعا جزء ال future development، إن أنا ممكن طبعا أنت في report في جزء أصيل بتكتبه في الآخر خالص بعد ال conclusion، بتقول إن في زي future recommendation، او انت اثناء الديزاين انت عامل اعتبار ان ممكن يتطور في الديزاين دوت حاجات انت ما عملتهاش دلوقتي بس كان ممكن تتعمل قدام، اقتراحات للمستقبل يعني. وفي حاجه اسمها value engineering في الديزاين، يعني انت عامل اثناء الديزاين انت حاطط فيه زي value، زي قيمه كويس، قيمه مضافه للمستهلك يعني او للستيك هولدر. انتوا سامعيني كده مش كده؟ سامعني يا باشمهندس. تمام. الفيوتشر ديفلوبمنت اللي ممكن تبقى في المستقبل خلاص، ان ممكن ان هو يبقى ايزي موديفايد، سهل تطوير المنتج دوت او الديزاين ده، سهل ان انا الاقي له سبير بارتس بعد كده، سهل ان انا اصنع اصلا سبير بارتس، سهل ان انا اعمله ريسايكلينج، انه يبقى روبست وريلايبل، ان الماتيريالز اصلا مهما حصل قدام تبقى افيلبل، متاح الخامات بتاعته، مش عامل حاجه كده ايه فور وانس يعني تيجي تتطور بعد كده محدش يعرف يطورها. طيب تعال نشوف بعض الاكزامبلز او الفيوتشر ديفلوبمنتس اللي كانت اللي ممكن تبقى في الديزاين، او ان انا وانا بعمل ديزاين ابقى مراعي ان يعني ايه اللي انا اضفته، مش مساله كفانكشن، ممكن الوظيفه على فكره اسيبها زي ما هي بس اعمل حاجه في الديزاين تضيف قيمه للمستهلك او مستقبليه للمستهلك اثناء استخدام الحاجه ديت لو حصل اي حاجه. بمعنى ده اكزامبل عملي، انتوا عارفين حنفيه اللي هي ساعات بيعملوها في الاستادات او في بعض الاماكن لتوفير الميه، ان انا الحنفيه مش هتنزل ميه الا لما انت تدخل ايدك تزق الدراع دوت. اوكي، هي طبعا مش مناسبه في حاله لو وضوء يعني، يعني في حاله لو حد عايز يتوضا هتبقى صعبه شويه، او لو حد عايز يغسل وشه او بيستخدم صابونه، هي مللي معموله في الايه في الاحواض في الاماكن العامه او في الاستاد في المدارس في الاماكن ديت، وفعلا في منها في الاستاد يعني. كان في يعني وقت من حوالي، الكلام ده كان من امتى، من حوالي 8 سنين في المجمع، كان حتى قبل دكتور عصام يعني، كان في عميد قبل كده وكان يعني مهتم بحته الار ان دي والجزء دوت، فكان جاب دي زي حنفيه اوريدي معموله جاهزه اللي على الشمال اللي هي دي بلاستيك صيني، وكان ثمنها حوالي 300 و 50 جنيه، بتتباع كانت غاليه يعني، وكانت اجزاء معظمها بلاستيك يعني، هي جزء بيركب على الحنفيه خلاص يبقى موفر، عايز تشيله شيله وترجع حنفيه عادي يعني، دي الحنفيه الاصليه وده الجزء اللي بيركب عليها، يبقى في دراع جوه في صباب بيفتح مع لما الدراع ده يتزق. فده لحد خراط كان عندنا في المجمع في الورش، وقال له ان هو عايز يعني يطور في الموضوع ده، يعمل زي هندسه عكسيه ريفرس انجينيرنج للجزء الحنفيه دي. فجي الراجل فكر وخلاها بدل ما هي الفانكشن هي هي، بس هو غير في ايه، بدل ما هي معموله بلاستيك والدراع كله بلاستيك وتفلون وبتاع، خلاها كلها الومنيوم زي ما انت شايف، وخلص صباب من جوه نحاس. ايه الاضافه في كده؟ طبعا التكلفه كانت رهيبه، الفرق يعني، يعني التكلفه كانت حوالي وقتها كانت اقل من 50 جنيه تمام، وهنا كانت هي بتتباع اصلا كانت صيني طبعا، سعر ده سعر طبعا مباع مش مساله تكلفه التصنيع، كانت فوق ال 300 جنيه. ايه الاضافه في حته الالومنيوم؟ هو عمال عمال على المخرطه، طب افرض باظت حب يعمل واحده تانية، اظن سهله الومنيوم خرطته سهله، هنا صب، فدي لو باظت هتضطر تشتري واحده، انما دي لو فيها حاجه هتضطر ان انت ايه سهل ان انت ايه تعملها يعني، حتى الاجزاء النحاس اللي جوه كلها على المخرطه، كلها معموله خرطه بالدراع بكل حاجه، فدي سهله كفيوتشر ديفلوبمنتس، ان انا كاتب هنا ميتاليك بارتس اجزاء معدن بدل بلاستيك، اولا اقوى روبست اكتر فبالتالي ريلايبل اكتر، مش سهل انها تتكسر، ايزي تو بي مانيفاكتشرد اند ريبليس، سهل تصنيعها وسهل تغييرها في المستقبل يعني خلاص. فدي كانت قيمه مضافه في البرودكت دوت. الفانكشن هي هي، ما عملش حاجه جديده في يعني، ما اضافش، ما عملش ديزاين يعني، هو عمل ديزاين جديد بس انا قصدي ما عملش منتج جديد، ما زودش فانكشن، ما عملش حاجه خالص غير انه غير الماتيريال، فدي في حد ذاتها اضافه، قلل الكوست وزود الفاليو، بقت اكتر كديزاين فور مانيفاكتشرنج احسن،
كديزاين فور ريلايبيليتي اكتر, كديزاين فور مينتننس اسهل, فور سبير بارتس, لكل حاجه ديزاين فور كوست. كان اكزامبل بسيط. مثلا في ال كفيوتشر ديفلوبمنت يعني او كفاليو في ال في ال في الديزاين, حد يعني كان في ديزاين بتاع عجل عامل ايه, عامل ان العجله نفسها لما تيجي تربطها في شجره او عمود الفريم نفسه بيتفك خلاص وبتتربط في الشجره او العمود زي ما انت شايف مش بيقفل. طب ايه الاضافه في الموضوع ده, حد يعرف, حد يعرف الميزه في حاجه زي كده؟ ولا حاجه يعني ولا ده. ايوه في حد قال حاجه؟ لا ما قلتش حاجه. لا لا جنبك قال ايه؟ يا عم قول يا عم. هو زياد بس صوته بعيد جدا من التفرج. قول يا زياد, مالها زياد؟ هي داخله جوه الشجره شويه كتير يعني. تتسرقش. انت قلت زياد ايه؟ يا جماعه سيبوا الراجل بس يتكلم. قال ما تتسرقش, قال ما تتسرقش. ما تتسرقش. طبعا زياد عشان هو اصلا يعني كان بيسرق عجل كتير قبل كده. ايوه. فاخد باله. هو بتغنينا عن القفل بقى والحاجات اللي هو لا هي ما بتتسرقش فعلا. هي معموله عشان هو ما هو صح. انا بهزر معاك. حتى بالقفل بتسرق برضه. حصلت ليه ما تتسرقش يا زياد؟ ما هو دكتور سؤال واحد بس بقى اللي انا عايز افهمه. قلت الفيران بيتفك ويتحط جوه الشجره, طب ما هو يعني لو صاحب العجله بقى فك الفيران اللي هيعوز يسرقها ما يفك الفيران برضه هياخدها. ما هو معمول بقفل. ايوه ما ده بقى اللي كنت عايز افهمه من حضرتك بس. طب انت قلت ليه ما تتسرقش بقى؟ مش باين. ايه؟ مش باين ايه؟ مش باين مش باين, كنت بسال حضرتك بس السؤال ده. لا هي ما تتسرقش فعلا, هي معموله لكده يعني ضد السرقه. تفتكر ليه ما ضد السرقه يا جماعه؟ لان العجل اصلا جوه اللي هو هيكل العجل اللي هو زي الشاسيه العربيه كده مثلا, بس بالنسبه للعجله جوه الشجر ذات نفسه هياخدها ازاي حتى لو فك الكاوتشات. طب هو القفل لو كان هيسرقها كان يعني لو فك القفل مش كان ممكن يفك القفل باي شكل او ما, مش بمفتاح يبوظ القفل يعني, ان شاء الله بمنشار بصاروخ اي حاجه. هنا ما يقدرش يعمل كده ليه؟ هيبوظ العجله نفسها. هيبوظها. الله ينور عليك. تمام, هيبوظ العجله, هيفك الفريم باظت العجله, لكن القفل باظ مش مشكله. فهي فعلا معموله كاتا ديزاين, هي صعب انها تتسرق يعني. دي كانت فاليو في الديزاين خلاص, غير الفانكشن الاساسيه انها عجله يعني. ما هو الديزاين انت عجله ومريحه وتستحمل وبتاع, هو اضاف حته بقى من عنده. طب في عجل ممكن يتعمل ك 3D printer, ايه ميزه ان عجله ممكن تعمل 3D؟ بس طبعا لو عجل اطفال يعني ممكن, او مش عجل اطفال, حتى لو عجل كبار, ايه الميزه في ال 3D printer؟ سيرش مثلا؟ لا فاست ريسبونس, تعملها على طول حسب الطلب. ايوه صح. خلاص, فدي سرعه استجابه يعني للايه, للكاستمر, ومش محتاج تخزين بقى. فالفاليو عموما تعريف في كل الكلام اللي قلناه دوت, ان انا غير الفانكشن انا بضيف فاليو, بضيف قيمه. طب القيمه بقى تفتكر تعريف القيمه ايه لو عايز احسبها كرقم؟ هو المنتج ده له كوست, له تكلفه صح اللي انت بتجيبه, وله وظيفه خلاص. لو الوظيفه بالنسبه للتكلفه كبير, رقم كبير عاليه, ففي الحاله دي بقول ان الفاليو عالي. هتقولي طب والوظيفه دي هقيسها ازاي بقى؟ ما هي بقى ايه يعني, ممكن زي ما كنا قلنا ازاي حول حاجات غير مقاسه الى ارقام, ممكن تحولها الى ارقام يعني بقى, انك تقول والله لو هتعمل ال10 حاجات دول فهي هديها مثلا 100%, تعمل 9 حاجات يبقى 90%, واخد ال90 ده اقسمها على الكوست واشوف الرقم اللي هيطلع. كل ما الرقم ده يزيد كل ما الفاليو زاد يعني. طبيعي لو انا الوظائف بتاعت العجله سبتها زي ما هي او بتاعت المنتج بس قللت التكلفه, فانت كده رايح تشتري منتج رخيص وبيعمل حاجات كتير, فكده فاليو عاليه خلاص. ولو سعره اتساب زي ما هو بس زودت الفانكشنز بتاعته بنفس السعر, يبقى برضه كده الفاليو بتاعته عليت. يبقى انت بتلعب في اف دي اف دي, بتغير اف دي اف دي خلاص. يعني ساعات تيجي تقول لك ايه المنتج ده, اديك والله العجله دي ب 2000 جنيه, تقول لي لا ما هي لو كان فيها كذا وكذا كنت اشتريها ب 2000 جنيه تمام. لو كانت بتعمل كذا او عربيه اقول لك ساعتها ادفع 2000 جنيه ساعتها يبقى تستاهل. هي كلمه تستاهل دي يعني الفاليو بتاعتها كبيره.
دي طبعا دي نقط كتير لي علاقه بالفاليو. ملخص كده انت ايه يعني، هل في اجزاء كتير اعرف استبدلها، اعرف اصينها بسهوله، اعرف اعمل قطع غيار مريحه سهله، اجزاء قليله، ملخص كل مكتوب، دي الحاجات اللي انت بتقيس بيها الفاليو بتاعت المنتج اللي معاك. تعالى اكزامبل تاني في حته الفاليو، ده كان انه عمل ريدكشن للوزن من غير ما يخل في الفانكشن. يعني ده كان قاعده بتاعت كرسي مكتب، القاعده اللي تحت دي، ايه الفرق بين دي ودي؟ ده الاولد ديزاين. وده النيو ديزاين. ده تصنيع اسهل وفي لس ماتيريال، لانه مفضي من نص هنا عامل شكل النجمه، فده تصنيعه اسهل وبالتالي وزنه اخف لما عمله، وبالتالي خلى سعر الكرسي قليل رغم ان وظيفه الكرسي ما اتغيرتش، تمام، بس لما وزنه خف ولما سعره قل فاكيد دي كده الفاليو زادت يعني. طيب هنا ممكن في بعض في الحاجات برضه لما اجي اقولها في الفيوتشر ديفلوبمنت بحيث تضيف فاليو قدام في المستقبل، شايف العجله دي مثلا في بطاريه بتشحن بدينا بالطاقه الشمسيه غير الموتور، هنا في فلتر للهواء ينقي الهواء اللي قدامك خلاص للسايق اللي راكب العجله يعني، بيوريفيكيشن يعني تنقيه الهواء فيقلل البولوشن التلوث، فكل دي فاليوز يعني. طب هنا فاكر البيبي سترولر اتكلمنا عنه قبل كده، ايه الفاليو اللي هنا؟ هنا دول فانكشن خلى اللي هم المجنونه دي عماله تجري كده ايه بتتزحلق كانه سكوتر يعني، ده خطر يعني، انا مش شايفه ميزه خالص. اوكي، ففي فاليو يعني، في فن يعني في الموضوع. التلات عجلات دي بتخلي حركه المانوفرنج بتاعت العجل اسهل شويه بتاعت السترولر. هنا لما خلى السرير بيتشقلب او يبقى باصص كده، ده فريندلي اكتر بحيث وانت زائق يبقى البيبي باصص لك يعني، فده يبقى حاسس ان هو مطمن لو لسه طفل صغير يعني. طبعا كل الناس اللي ما عشتش طفولتها هنا مش فاهم الكلام ده يعني، صح يا جماعه ولا ايه؟ يا شباب في حد معاه شطفولته؟ حد معاه شطفولته؟ يعني تقريبا نعم؟ مش فاكر. ما اكيد مش فاكرينها يعني. طيب تمام. انتوا بتقفوا عند كل كلمة ليه كده؟ بتقفوا. بتقفوا عند كل كلمة ليه كده؟ ما قلتش حاجة. أنا بتكلم بس مش عارف الهاند فري صوته بعيد. ماشي طيب، ده المحاضرة ادوني ثانية بس، ثواني. ثانية واحدة. طيب في جزء بقى بصراحه مهم قوي 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 يعني في بالنسبه للديزاين، اللي هو الديزاين سيلكشن. يعني ايه ديزاين ماتيريال سيلكشن؟ يعني ايه ماتيريال سيلكشن؟ يا اخوانا يعني ايه ماتيريال سيلكشن؟ يعني اختيار الماتيريال. ده مهم قوي اختيار الماتيريال ده، خلاص. فتعال نشوف حاجه كده انت ممكن يعني ما تتبعهاش قوي كاختيار في الماتيريال بالديتيلز دي وتخش فيها، لان في جزء منها تقيل شويه، لكن لازم عندك فكره. وانا بختار ماتيريال بختارها بناء على ايه؟ طبعا احنا في ناس بتتكلم بشكل بلدي بيقول لك عايزه ما يصديش فكذا، وعايزه خفيف وقوي فانا اخترت كذا، بس في منهجيه بقى لاختيار الكلام دوت بالارقام يعني. اوكي، بشكل ميثودولوجي علميه شويه ان انا اختار الماتيريال المناسبه بارقام. فتعال نشوف كده، ناخد فكره عن الموضوع ده، دي تبقى اخر حاجه اتكلم فيها معاكم. طيب
طيب اولا انا لما بختار ماتيريال بختارها ليه؟ عشان ايه؟ ما هو الماتيريال دي لازم اكون اكيد ليها فانكشن، ليها علاقه بالفانكشن، يعني وظيفه وظيفه الديزاين او المنتج ده بتحتم عليها اختيار ماتيريال محدد. شكله يحتم عليا صح، يعني لو الشكل دائري غير لو الشكل مبطط، لو الشكل على شكل لوح على شكل بتاع اكيد برضه يحتم عليا اختيار ماتيريالز معينه. والبروسيس اللي انا حصلنا بيها الماتيريال دي بتحتم عليا اختيار ماتيريال معينه، طريقه التصنيع. طبعا انتوا عارفين الماتيريالز عموما هي ايه، يعني الكاتيجوريز بتاعت الانجينيرنج ماتيريالز، حد يعرفها؟ الاربعه اللي قدامي دول حد عارف يقرا؟ الوظائف يعني الماتيريالز، لا دول الرسمه الملونه، بوليمرز، ميتلز، سيراميك، ميتلز اللي هي المعادن، يعني الماتيريالز او المواد الهندسيه. طبعا في مواد كيميائيه انا ماليش دعوه بيها زي الاحماض والقلويات والكلام ده، انا ايه مش ما يخصنيش، لكن في مواد بيسموها مواد هندسيه. انجينيرنج ماتيريالز هي مواد بقدر اتعامل معاها بشكل هندسي وبتدخل في الصناعات الهندسيه بشكل موسع. بقسمها الى اربع عائلات رئيسيه. ميتلز اللي هي المعادن، زي بقى طبعا الحديد والصلب والالومنيوم والذهب والفضه والكلام ده كله. طيب بوليمرز اللي هي اللدائن اللي هي تشمل البلاستكس والسيليكون، بلاستكس بانواعه بقى اللي هي البوليمرز بقى بانواعها اللي هي البولي ايثيلين والبي في سي والاكريليك والارتلون والنايلون والمطاط والحاجات دي كلها داخله في البوليمرز خلاص. طيب والسيراميكس الخضراء دي اللي هي ايه داخل فيها؟ السيراميكس المواد السيراميكيه. ايه المواد السيراميكيه؟ يعني الازاز، الفخار، والطين، طوب الزلط، الاسمنت، خرسانه، اوكي، كل الحاجات دي مواد سيراميك. وطبعا والرخام والجرانيت والكلام ده كله. طيب ايه الكومبوزيتس؟ مواد مركبه، دي مواد ببقى عايز اوصل لخصائص محدده في المنتج، فلا انا عارف الاقيها لا في معادن ولا انا عارف الاقيها في بوليمرز، ببقى عايز شويه من هنا على شويه من هنا، فخلط بقى اعمل ماده مركبه كومبوزيت ماتيريال، احط بوليمر عشان استفيد من خفه وزنه مع سيراميك مثلا عشان استفيد من القوه بتاعته او الصلابه بتاعته. اوكي زي ايه كده؟ مين يعرف اشهر، يديني مثال لكومبوزيت ماده مركبه؟ جماعة ميلو ميوت يا جماعة. ها مين يديني مثال على مادة مركبة كومبوزيت؟ مش عارف بصراحة، مش مواد ها شباب. يا عبدو بركات، حد خد انجينيرنج ساينس هنا؟ ايوه. ها؟ ايوه كلكم؟ اي والله يا شماتة ابلة زازة. انتوا خدتوها من غير اوتكم فور بتاع الماتيريال. اوتكم فور مش ماتيريال، اوتكم فور ده بتاع مهندس البرت. سوري اوتكم خدتوه مع مهندس يونس او مع الدكتور احمد عبد القادر، حد فيهم بقى حسب الترم اللي انتوا خدتوا فيه الماده دي. يا جماعه المواد المركبه يا اخوانا اللي زي الفايبر جلاس او زي الكربون فايبر. والله العظيم ماشي. الجلاس الفايبر جلاس مثلا ده بيكون ماده الاساس بتاعها بوليمر وزارع فيها فتل كده زي فتل من السيراميك اللي هو الازاز، فيستفيد من خفه الوزن ومن القوه بتاعه الازاز يعني خلاص. وفي حاجات زي مثلا التنجستن كاربايد اللي في ادوات القطع مثلا في الخلاطه وكده، ده يعتبر ماده مركبه. تنجستن معدن ميتل والكاربايد ده سيراميك، فيستفيد من يعني لحد ما اللدونه بتاعه الميتل والطفنس بتاعته مع التنجستن بقى طبعا الصلاده وتحمل العالي لدرجات الحراره العاليه وكده خلاص. الخرسانه تعتبر ماده مركبه ماشي، مكونه من
الأساس بتاعها بيبقى خرسانة، ده مادة سيراميكية وجواها حديد تسليح، ده معدن، بحيث الخرسانة بتستحمل الضغط وحديد تسليح بيستحمل الشد. تمام. إيه تاني يعني؟ دي دول أشهر. الخشب على فكرة يعتبر مادة مركبة بس طبيعية، مش إحنا مش البني آدم اللي عاملها، وربنا يعني اللي خلقها في الشجر يعني. فالخشب يعتبر كومبوزيت بس طبيعي لأنه فيه فايبر برضو. والكربون فايبر طبعا برضو يبقى بوليمر مزروع فيه ألواح فايبر، خيوط فايبر، سواء بقى كانت ساندويتش فايبر. وطبعا في مواد المركبة داخل طبعا في صناعات بقى، الحاجات زي الطيران أكتر حاجة يستفيد من القوة خفة الوزن، ماشي. في منه بقى ألمونيوم ساندويتش على شكل ساندويتش بيحط فايبر، وفي ألمونيوم بيستخدم كتير في زي البوليكربونات والحاجات دي بيبقى داخل فيها، يعتبر كومبوزيت ماتيريال يعني، دخل بوليمر مع ألمونيوم. تمام. طيب انا عشان في الماتيريال سيلكشن بروسيس عشان افهم لازم اعمل، عشان اقول انا هختار ماتيريال مناسبه ليها خصائص معينه، فده لازم افهم المنتج هيعمل ايه، ايه وظيفته اصلا، خلاص، فايه الفانكشن بتاعته، هل هو هيشيل حاجه، محتاج سترينث، هل محتاج هاردنس، صلاده، معرض لاحتكاك، هل هيوصل حراره، هل هيوصل كهرباء، ولا عايزه يعزل حراره، ولا عايزه يعزل كهرباء زي ما انا بعمل بادي كده للتكييفات او الثلاجات او الغسالات او الثلاجات، ولا عايز شكله حلو خلاص، فالفينش يفرق معايا بقى يعني. في ماتيريالز بختارها عشان شكلها حلو وشكلها نظيف، غير السيراميكس مثلا، غير طبعا الصلاده والحاجات التانيه كتير، وخفه الوزن مع القوه بس يعني. والخشب والفينش اللي بعمله في الخشب زي المط والكلام ده كله، فكل ده بيفرق يعني. ماتيريالز ممكن تخش بختار ماتيريال محدده لشكل جمالي مش اكتر. تمام. ساعات اقول لك حديد لا فاختار خليه الومنيوم شكله كده بيبرق احلى يعني. في كونسترينز لازم اكون فاهمها، محددات، قيود يعني، اقصى حمل هيشيله الخامه دي، اقصى وزن، اقل ارتفاع، اقصى ارتفاع، الحاجات دي كلها داخل فيها طبعا، اقصى لود هيشيله فيحتم عليه اختيار ماتيريالز ما. بوصل لحاجه اسمها بيرفورمانس اندكس. بيرفورمانس اندكس ده ايه؟ بجمع الخصائص اللي عايز احطها في معادله، المعادلة دي بطلع منها برقم واشوف مين افضل ماتيريال يحقق لي توليفة الارقام دي مع بعض، القوة مثلا مع خفة الوزن، دي بتبقى اشهر حاجة مثلا. تمام. توصيل كهربي مع رخص السعر، خد بالك السعر بيخش من ضمن المؤشرات في اختيار الماتيريال يعني، عايز حاجة قوية خفيفة ورخيصة. فانا مثلا كده بالبلدي خفيفة ورخيصة مثلا، طب كربون فايبر ولا الومنيوم؟ ما ده خفيف وده خفيف، صح؟ يمكن الكربون فايبر كمان اخف من الالومنيوم بكتير، بس مين ارخص؟ الالومنيوم، فيكسب مع الالومنيوم او مختاره. طب احنا كلام ما يبقاش بقى بالبلدي، هنا الكلام بنحطه بشكل ممنهج شويه، انا بقى احط البروبرتيز بارقام وعبر عنها في معادله، يقول لي يبقى الرقم بتاع الاندكس ده بتاع الالومنيوم هو اللي افضل، هو اللي اقل، يبقى اختار الالومنيوم. معايا؟ هو ده حته البرودكت اناليسيس، بعمل تحليل المنتج اشوف افهم هو بيعمل ايه، كمان هنتجه كتير ولا قليل، تفرق؟ تفرق في اختيار الماتيريال، لان في ماتيريالز يتناسب مع الانتاج الكمي، وفي عمليات تصنيع تتناسب مع الانتاج الكمي وداخل فيها الشكل. في ماتيريالز مناسب ان انا اخليها على شكل الواح، او اخليها على شكل بالكس، او اخليها شكل اسطوانات. اتفضل يا محمود. لا لا مفيش حاجه والله، هو الصوت فتح اخويا بس كان بيتكلم جنبي، معلش. ماشي. تمام. فطبعا لازم افهم المنتج بيعمل ايه. العمر، ما انا ممكن المنتج، هل انت بتدور على ديورابيليتي؟ بيدور ما يصديش، يبقى هروح مثلا ستينلس ستيل، خفيف هروح بوليمرز. طب عايزه خفيف وقوي، يبقى البوليمرز ما هوش نافع. تمام. خفيف وقوي ورخيص، مش هينفع اختار كربون فايبر، غالي. فاهمين فكره؟ فانا ببقى عايز حاجات مع بعض، بحط اهم البروبرتيز اللي انا عايزها، بوفقها في معادله، بحط حاجة اسمها مؤشر، يطلع دي الرقم اللي أنا عايز أكبره وأصغره بحيث أختار الماتيريال على أساسه. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ أنا لحد ما كويس. طيب طيب. عايزه ريلايبل، يعيش يستحمل، عايزه بقى خفيف، عايزه يعني طبعا إيه؟ هستخدمه في إيه أصلا؟ طب هو معرض للشمس، معرض للرطوبة، معرض يصدي. فكل دي عوامل بتحتم عليا اني اختار ماتيريال تنفع لخصائص اللي هيتعرض ليها يعني، او ليها علاقه بالفانكشن
بتاع البرودكت هو شغال او بالانفايرمنت بتاعه او باللودز اللي هو معرض ليها يعني. وهنشوف اكزامبلز دلوقتي يعني. طبعا الارجونومكس الكوست الفيتشرز كل الكلام ده. طبعا الديزاين كونسترينز مهمه قوي. انا لازم اكون ما ايه كونسترينز؟ اما اجي اقول لك مثلا هعمل كرسي بني ادم يقعد عليه، لازم احط في اعتباري ان في بني ادم هيقعد على الكرسي، بني ادم ده هيطلع منه ويت، الويت ده هيعمل لي اكسيال فورس على رجلين الكرسي، فبالتالي لازم اوصل لرجلين كرسي بماتيريال ما محدده بقطر كرسي. طيب افتح بقى يعني اختار ماتيريال، تختار لود لغايه وزن طن، مفيش بني ادم وزنه طن هيقعد على كرسي. فانا عارف ان اقول على الاقل يكون ومفيش بني ادم هيكون وزنه اقل، مثلا اعمل حساب ان هيقعد عليه وزن اقل حاجه هيكون مثلا طفل مثلا 40 كيلو، يبقى انا لازم اعمل حسابي ان هو يشيل من اول 40 كيلو بني ادم يقعد عليه لغايه اقصى وزن، واحط فاكتور اوف سيفتي بقى في الموضوع، يبقى مثلا 200 كيلو مثلا 200 كيلو جرام، واحول ده الى ستريس واشوف الماتيريالز المناسبه ساعتها تبقى ايه. فدي كونسترينتس عندي ليها علاقه بالسترينث. هو يعني سترينث بس الاول كخصائص ماتيريال. سترينث يعني تقول المتانه او المقاومه بتاعه الماتيريال دوت، يستحمل اقصى حاجه شد لغايه فين. طبعا في خصائص وجرافس وبروبرتيز للماتيريالز، تقدر تقول لي السترينث بتاع كله. طبعا السترينث بتاع الحديد اعلى من الالومنيوم، وبتاع الالومنيوم اعلى من البي في سي مثلا البلاستكس خلاص. طيب في حاجه اسمها الاستيستي اللي هي المرونه، تاني خدتوا الكلام ده في الماتيريالز بس انا برضو براجع عليه في الانجينيرنج ساينس. ايه المرونه؟ قابليه الماده دي انها اما تتعرض للود شكلها يتغير وترجع تاني لشكلها الاصلي لما اللود يتشال من غير ما يحصل لها ديفورميشن او تغير في شكلها. هي دي المرونه. طيب هو الزوم هيفصل فخلينا نرجع كده على واحدة وتلت. ماشي تمام هندسه ماشي، يبقى واحدة وتلت ان شاء الله. Thank you.